ازيكم؟ النهارده هنتكلم عن سلالات كلاب مختلفة من قارة أوروبا. أوروبا من أقدم القارات وأكتر قارة في عدد رهيب جدا من أنواع الكلاب. النهارده هنستعرض معاكم شوية منهم. رقم واحد، الدالماشن. مين فينا ما شافش الكلب ده قبل كده في أفلام الكرتون؟ كلب بينحدر من كرواتيا، كلب ذكي جدا ولكنه عنيد، لونه مميز جدا، بيبقى على طول ابيض منقط باسود، طاقته عاليه جدا، وده بسبب انه كان بيستخدم ككلب صيد ولكنه دلوقتي بيستخدم اكتر ككلب عيله. رقم 2، الابيزن هاوند. بينحدر من اسبانيا، كلب صيد سريع جدا، شكله مميز وبيقدر ينط بارتفاع 2 متر، بيحب اللعب والجري وطاقته عالية جدا، كان بيستخدم في صيد الأرانب للعائلات الملكية الأسبانية. رقم 3، كلب الدب الفنلندي. بينحدر من فنلندا وساب تسميته بكده انه كان بيستخدم في صيد الدببة في قطيع، كلب شجاع جدا وبيحب الصيد وعشان كده ما يصلحش العائلات. رقم 4، المالتيس. بينحدر من دولة مالطا، كلب شكله كيوت جدا، من أشهر أنواع كلاب الزينة وأدمهم، عمره سلالته بيرجع لأكتر من 1000 سنة، وكان بيعتبر زمان كلب الأغنياء. رقم 5، كلب البرتغالي المائي. كلب صيد برتغالي طاقته عالية جدا، وزي ما واضح من الاسم انه بيصطاد في المياه. بالاضافة لكده الكلب ده دلوقتي شغلته الاساسية هو انقاذ الناس من الغرق، وده بسبب انه سباح ماهر جدا. رقم 6، السان برنارد. بينحدر من سويسرا، كلب ضخم جدا وشكله جميل، طبعه هادي ومسالم، الكلب ده كلب انقاذ كان وما زال بيستخدم في البحث عن الناس اللي تاهت في جبال سويسرا المعروفة بانها شديدة البرودة، من الصعب ان فرق الانقاذ تلاقيهم، ولذلك الكلب ده متميز جدا بحسن الشم بتاعته. رقم 7، كلب السيد النرويجي. كلب جماعي وسريع جدا متعدد الاغراض، ينفع للرعي والصيد والحراسة، نوع نادر جدا مش هتشوفه كتير، موجود غالبا في النرويج والسويد بس. رقم 8، البرنيز ماونتن دوغ. بينحدر من سويسرا، كلب شكله جميل جدا وحجمه كبير، كلب راعي وبيعشق عيش المزرعة، بيحب صاحبه جدا وبيحب الأطفال والعائلات، ده غير انه معروف بقوته الجسدية الكبيرة. رقم 9، البريسا كناريو. بينحدر من جزر الكناري التابعة لأسبانيا، كلب ضخم وشرس، وده بيميزه انه يبقى كلب حراسة ممتاز، الكلب ده بسبب قوته الجسدية وشخصيته المسيطرة ما يستحش انه يبقى لأي حد وخاصة المبتدئين. رقم 10، البومي. كلب راعي نادر جدا، بينحدر من المجر، بيتميز بشكل ودانه الغريب، حجمه متوسط، كلب شديد الذكاء وينفع العائلات والأطفال. شكرا للمشاهدة، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.